هلا سهلا ويلا فنوش، يا يا ملك عمار يا يا ملك، مبدع، انت يا شو هلا اخباركم والله. شو اموركم؟ اخبارك؟ خير الله يسلمك، شلونك؟ طمنا عليك. والله كنا ناطرينك. والله والله مبروك انا نجاح الأغنية يا عمار. شكرا والله حنوش، الحمد لله. والله وصلت ترند يمكن 12 في السعودية و10 في تستاهل العراق، والله وبعدها ماشي يعني. تستاهل يا رب كل الموفقية لك تستاهل يا شكرا عمار، شكرا علاوي وألف حبيبي، مبروك اليوم وألف والله العظيم إلاف. كنت قاعد يم امي قلت لها ادعي لهذا الانسان. شلون اي علاوي؟ ما اقول سمعت لك، زين. كنت عند امي قاعد والله فشوفته صورته. والله الله يحفظها يا ودعت لك رب، الله شاهد. اي الله والله يحفظها. شكرا والله الله يحفظكم يسلمك يا حبيبي. رب. يستاهل يستاهل والله عمار، والله والله شكرا يستاهل. شكرا إله حنوش. عمار دائما سباق بالوقفات ويا الناس، قسما بالله. والله 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 يستاهل البارحة، مثل علاوي، يستاهل والله. يعني اتمنى يعني انه والله البارحة ما قصر، الله شاهد هو وناصر. يعني اللي سووه مستحيل. اي وحنوش لا لا يعني ان شاء الله. انت بس يستاهل خلي نرجع يستاهل الاربيل، والله. وتعال الاربيل وان شاء الله. والله لا يعني بإذن الله. لازم ترتب امور اليوتيوب، امور هذا الامور يعني حرام اي والله يعني والله هاي لازم، يعني تستمر. هذه يعني اخليها وراك والله. ان شاء الله ان شاء الله. يا هلا ان والله شاء الله منوري. من يا احكام ها والله علاوي، انا احكام. نحكمهم والله. بس بعلق بعلق. اي انا وياك انا وياك. إلاف شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ شو والله اخبارك؟ والله ومبروك على الحمد لله. الاغنيه الحلوه الجديده. والله شكرا شكرا والله من ذوقك. خير خير ان شاء الله، كل مره تكسر الدنيا باغنيه احلى واحلى من اللي قبل. ايش فيك؟ قول والله. والله شكرا. يعني احنا نتعب والباقي يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك. الله ان شاء يوفقك الله العظيم. القادم اجمل. الله والله يوفقك. يلا يبغى لنا اغنيه، لازم مرحبا يا خلود. سولفنا كذا كذا. غش يا عمار. اي لازم ارادنا. خلينا هي نسمع من تغنيه. علاوي. يلا يلا انا يلا علاوي سمعني. يلا عمار تسمعني ولا لا؟ الا صوتك. انا اطلبه من عندي بالكومنت تشبيك لمين يعني غنيها. يلا سمعنا. يلا عمار تسمعني؟ ايه بس شوية الصوت مرات يصير بعيد. هسه اسمعك عشانكم لابسين سماعات. ايه انا شكلي بلبس سماعة. الموسيقى حلو تحفة تحفة. يكون عز. لا انا دا اسمع من تك واحد ما اعرف، بس انا اسمع زين. عمار يا عمار اشكي لمين 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 اشكي لمين والشعر بقلبي إليك. أنا شكوتي منك إليك
حيدي ودمع فيدي وان كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك اشكيك اشكيك ليه اشكيك اشكيك ليه الله 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 علي ما شكرا الله. يا ما عمار الله عليك ما شاء حبيبي الله يا عمار حبيبي كيف رجعت ابدعت ابدعت والله مبدع مبدع والله يا يا عمار يا علي والله ما كفرت باعي هو اني عمار ما كفرت يعني علاوي بعد ان شاء الله لا خلاص بعد علاوي من انا ورايح بس ارجع لاربي لازم يجي ورتب لك اشياء حلوه وخلاص احنا اخوانك بعد والله عز الله راح نوقف وياك الى ما خلاص يعني لازم توصل صوتك للناس كلها الله يخليك الله يسلمك لا هو ما شاء الله يعني من البارحة لليوم الله يوفقك يا علي شكرا مع الايام يا علي راح تتعود راح تصير كيف توزن الصوت مثلا مع في التيك توك وكيف تسوي مدري ايش انا قبل شوية اول ما فتحت البث قلت لهم شوفوا كان يكتبون علي وانا كنت ناسي كنت قافل قستات من البارحه ما ادري فقلت لهم قلت لهم شوفوا ترى احنا يمكن عندنا صبر نتحمل كومنتات هذا قلت له لا تزعجون علي علي بعده جديد ها شوي الله يخليك دير بالكم عليه معود بخاف يطفر بعد الحنوش يخاف النوم من الكومنت دير بالك ها لا تستسلم ابد ايه راح تصير مرات هجوم شغلات ما عليك
خليك انت واثق امور و... لا 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 ان شاء الله استمر مركز بفنك بالشيء اللي انت قاعد تقدمه هذا هو باذن الله. اي والله عمار ما نسمع منك فد اغنيه يلا طبعا من البارحه كانوا يطلبون اغنيه كرديه ف اي والله عمار كرديه يلا سمعكم بس لا تنسى ساعدني باللغه الكرديه شويه. ايه ما عليك انا ارتب لك والله الا خليك تغني كردي والله قبل ما اشتغل فاجيت وياي شخص بالسليمانيه ويانا قوي فقلت له راح اني اقرا وانت يعني صح فانا يمكن ما قريت يمكن وحده صح قلت له بس اريد افهم اكو كلام يعني يختلف بالعربيه يعني هذه لازم تلفظها لفظ واحد فاجا والطريق كله يضحك لا ما معك شوف انا عندي استوديو قلت لك انا اللي بحمل اقوى استوديو عندي يعني كلش يعني الكواليتي والمايكروفون وهذا ان شاء الله اذا جيت حتى اذا غنيت كردي او شيء انا وياك لعبت لا تشيل هم ابدا استاذ علي اكيد اكيد استاذ علي ما عليك انا راح اعلمك اللغه الكرديه الى فهم بعد تعرف كردي بعد ايه ملاف تعرف كردي؟ ايه متعلمة مدري كم كلمة خلود شكرا عيوني خلود شموخ والله وافين قسم بالله شكرا بس يعني زين قلوا لي انطني قاموس لغة اتعلم خلاص حنوش لازم اعلمك انت يمين شنو هذا الحكي ها هي ايه. انت بعد ما دام خدت لهجة زورباش مو هيك زورباش زورباش اي وحشدتكم وجافشين ترى لسه في كلمات حافظينها يعني والله زين تتذكر بعد يلا سمعكم على الاغنيه حلوه كرديه الكومنت عندي قاعد يعلموني خلاص راح يعلموك من هسه بعد من اليوم هو انا وانت منتبهين انا وانت منتبهين للمن مريا جينا من طريا بشتتا يا رامن أفجيان بوشيا أفعمر بوشيا دل من مريا جينا من طريا بشتتا يا رامن أفجيان بوشيا أفعمر بوشيا سروج دمرم دردي تادي كرم خمت من قرانن أسنى الشم هالقرم
أسنشم هالقرم أسهروج دمرم دردي تادي كرم خمتا قران أسنشم هالقرم أسنشم هالقرم عليكم. شكرا. دم الصوت يسلم 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 تسلم وتسلم والله تسلم. دمك غنيت لنا كردي، طيب اشرح لنا معنى الكلمات يعني خلينا نعرف الكلمات. هاي رد لقاعده قاعده وجلسه يا ترجمه سبحان الله. لما نقول لما يغنينا كردي نجي نقول له يلا اشرح لنا الكلمات يقول لي لا لا, لا بس لا. ما شاء الله الكومنت هسه كلهم يعرفون بعد. لا بس طيب الكلام كلامه حلو. أنا ما أغني أغنية إذا ما تكون كلامها مؤثر أو تكون كلام معبر، يعني يكون كلامها معبر من جوات قلبك صح؟ ولا ما تغني؟ طبعا أنا ما أغني شيء إذا ما أكون أحس بها الأغنية أكيد. طيب وهاي من ضمن الأغاني اللي أبدع بيها كلام ولحنا وتوزيعا. والله العظيم أبدعت، يعني أبدعت ما شاء الله. الله تبارك الرحمن. تسلم والله. اشرحوا لنا يا الكومنت واكتبوا لنا أسماء الأغنية اسم الأغنية خلونا نشوف. يعني اليوم عبارة عن تحطيم لأغاني. قلوبنا تدمرت والله. قلوبنا تدمرت. قلوبنا تعبانة خلاص كمان نزيدها. هي فوق الأغاني هاي. يا الله يا الله الله ما يخلينا نبكي بس على البث. حسنتم فزتوا علينا. أيوة. هسه قبل ما نحكم بعدين همنا نشوف شو اسمه علاوي شنو راح تحضرنا اليوم تغني بعد شنو محضر؟ والله عمار كيفك. انا بس الموسيقى يعني تعرف انت بما انه هو جولات فنيه فشنو نحكم بعد يعني حنوش اذا تسمعنا شيء قصيده حنوش وما ادري إلاف عاد تغني ما ادري تبغى من القصايد حقتنا اللي قبل ولا بدون؟ والله ما ادري بعد. لا يعني شيء فني اريد. انا خلوني بس استمتع. لما علي حضرنا شيء حلو نسمع من عنده. والله ما شبعنا من صوته بعد. والله تدلل. علي غنينا مدرسة الحب. الله عمار الموسيقى مال مدرسة الحب من البارحة اقيمهم على مدرسة الحب. إلاف ما حد غنى. والله شلعوا قلبك. انا مغنيها. مغنيها بال الماينس مالته. لا باللايف ما عندي الموسيقى مالتها. والله طلعت بس موسيقى مو حلوة يعني مو واضحة. اي هاي لازم بعدين انا ارسل لك اياها اشوف بعدين على التليجرام ارسل لك. طيب غنيها انت يا عمار. صدق عمار والله انا اللابتوب مالتي هذا جديد ما ادري اذا موجود مدرسه الحب او بس نشوف هسه ندور عليه. ثواني هسه بالموبايل ندور غير مدرسه الحب. ثواني سمعنا غير مدرسه الحب نشوف وبعدين نشوف. انا ما ادور يعني يلا روح مع بغداديه ولا سامحها عمار هاي الاغنيه محكمه عبرت الشاط. أي أغنية؟ رفشات حلوة. مع بغدادية. هو هذا اللي يقول القصيدة. بالله سمعنا إياه. إيه. لم يبقى سوانا في المطعم. الله كلش حلوة هاي. والله. يلا. نسمع. بعدها أنا راح أضل لكم مدينة الحب. نشوف. مدرسة الحب عمار مو مدينة الحب.
ما موجودة. أيوة. هاي مدينة الحب. يلا أمشي في شوارع. ادخلني حبك سيدتي. ما تضبط. الله الله يا صديقي هذا. لا يا صديقي. علق نتشنى عند علي. اي والله النت يعني كلش زين ومو زين. الله يعينك والله. طيب انا صديقي الله حبه الابد. الصوت يوصلك متاخر. لن يبقى سوانا يا عمري، لن يبقى سوى ظل الرأسين الملتصقين. لن يبقى سوانا يا عمري، لن يبقى سوى حركات يدينا العاشقتين. لن يبقى سوانا يا عمري، لم يبقى سوى حركات يدينا العاشقتين. لم يبقى سوانا يا عمري، لم يبقى سوى حركات يدينا العاشقتين. بغداد تغوصك لؤلؤات داخل عينيك السوداوي. بغداد تغيب بأكملها رملا وسماء وبيوتا تحت الجفنين المنسهلين. بغداد أنت على صدري شيء لا يحدث في الرؤيا. من يوم تلاقينا فيها صارت عينا، صارت عينا، كشمير على كتفي يرد حديقة ريحاني. يدك الممدودة فوق يدي أعظم من كل التجاه.
شالوا الكشمير على كتفي يا رفت حديقة ريحاني يادك الممدودة فوق يدي أعظم من كل اتجاه ما دامت مملكتي عينيك فإني سلطان فإني سلطان زماني أصبح مهجورا وأنا أتأمل فنجاني ماذا سيكون بفنجاني المطعم أصبح مهجورا وأنا أتأمل فنجاني ماذا سيكون بفنجاني غير الأمطار وغير وغير طيور الأحزان تذبحني امرأة من وطني تساوي ملك سليمان تذبحني امرأة من وطني من وطني تساوي ملك سليمان الله 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 عليكم الله عليكم احساسك ما شاء الله حبيبي يا عمار حبيبي حبيب القلب عافيه والله عافيه عليك ما شاء الله حبيبي كل التحيه لكم والله من اجمل اغاني دائما كنت اشغلها في البث هالاغنيه في البث الاحتياطي اي ان تخبل تخبل الاغنيه جنن الجنن هالاغنيه تخبل ما شاء الله تبارك الرحمن هي هم قصيدة للنزار صح؟ هم للنزار إيه لأنه أكثر وأكثر شيء كاظم غنى الكريم قصايد والنزار في بعض الناس أكو أغاني ما يعرفوا مثلا يقولوا هذا النزار ويطلع الكريم اللي الكريم هم يكتب فصيح إيه بالضبط بالضبط مثل إيه بالضبط في عنده مستبدة ولكم مستبدة هم حلوة طيب ايش احكامك علي وعمار والله الاحكام كالتالي والله من جلدنا الاحكام ورا عمار
لا اكيد ماكو يعني، انا والله ما ادري ايش احكم يعني جلدتونا جلد ما شاء الله تبارك الرحمن. مدينة الحب انا جهزتها، نشوف غني مدينة الحب. غنيها عمر غنيها. يلا خلينا نروح على الجولة وبناخذ حصانة. علاوي خذ حصانة، ها من هسه جمع حصانات. انا اخوك تعلم مني، اخذ حصانات وما والله ياخذ حصانات وما يغني لنا عمار تخيل. اسمع يلا مدينة الحب أمشي في شوارعك وأنا أرى الحب محمولا بأكفاني صبوا العذاب كما شئتم على جسدي فلا شهود على تعذيب سجاني فلا شهود على تعذيب سجاني رجعت للدار أمشي فوق نيراني كفا لكف يقود خطايا حرماني رجعت للدار أمشي فوق نيراني كفا لكف يقود خطايا حرماني هل من مجيب أنا في الباب منتظر هل من مجيب أنا في الباب منتظر لا أحمل الورد لا أحمل الورد لا أحمل الورد أحمله طوق أحزاني ذهبت مع الريح فصح يا مدللها كأس هي الآن بيدي عاشق ثاني مع الريح فصح يا مدللها كأس عيناي شفتاي أعصابي خيالي دمي يبحثون عنها بين أحضاني عيناي شفتاي أعصابي خيالي دمي يبحثون عنها بين أحضاني قلم الأثاثة متظاهرين نور
نريدها اليوم شمعتنا حبيبتنا لا زال لا نوم يا أيها القوم يا جسدي وعاطفتي يا جسدي وعاطفتي كفى ملاما فجلد الذات يدماني كفى ملاما فجلد الذات يدماني كفى ملاما كفى ملاما فجلد الذات أدماني صفعت وجهي أهذا يا زمان أنا أخرساني وعماني سكراني بعد الفراق رأيت الصبر شيعني بصحوة الفجر أمشي سكراني صفعت وجهي أهذا يا زمان أنا أخرساني وعماني الله 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 شكرا كل من يقول يعني ابن عد
كل ما نقول احنا يعني بنعتزل الغرام الكلام يعني خلص والله حبيبي. والله العظيم ابدعت والله ابدعت ابدعت والله شكرا 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 الله عليكم والله عذروني يسلم هالصوت هذا والله يعطيك الصحه والعافيه كل شيء اي ابد 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 لا تفكر لا تفكر ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه والله شكرا على هذا القست الجميل الله يسامحك يعني الله بس اقول لك شغله واحده انك تستمر نعم وانا ضفتك حكينا بالسناب اليوم ضفتك وان شاء الله بس ارجع لازم اشوفك وتجي عندي الاستوديو والله تمام واخوك موجود ابد لا تشيل هم والله عز الله والله ما تقدر عمار وعلي وحنوش انا تشرفت فيكم جميعا وابدعت يا عمار وانت كالعاده مبدع الشرف والله يا اله نورتينا انتوا جميعا والله فيك يا اله انا اسفه والله الله ما ادري شنو اقول ما شاء الله تبارك الرحمن شكرا عمار صدق شكرا شكرا لك شكرا لثقافتك الفنيه علي شكرا للثقافه هاي اللي انت تحملها صراحه نادر ما نلاقي هيك شخصيات فنيه اليوم بالوسط الفني العراقي ياخذوننا لهذا العالم ويطلعوننا من الجو شكرا لكم يا رب ايش نقدر نسعدكم نقدر والله شكرا الله يسعدكم ويحفظكم يا رب شكرا على القسط الجميل وحصانة ها حصانة حصانات حصانات باي باي مع السلامة هلا والله أقول لكم شغلة واحدة